الآن الشيخ ذكرنا الأول الشيخ الأمين الشنقيطي الثاني رحمه محمد الله. ما ذكرنا ما قرا ما كيف كانت القراءة على الشيخ الأمين ما نريد هذا نعم كانت قراءتي على الشيخ أولا وجدت الشيخ مفسر تفسيره كنت أستمع إليه رأيت نعم وأما أخذ درس خاص فهذا كان في مراقي السعود مع بعض الطلبة هكذا شراكته وكذا رأيت وكنت هذا كان أكبر شيء في الأخذ منه تفسيره وتتبعه في هذا وسؤاله عما يشكل سواء كان في أي فن سواء في العربية أو في الأصول أو في ما أشبه ذلك للفنون فأستفسر وقد أقيد تقييدات كذا ليس بذا لا تقييدات لا بأس به لكن الأصول في بالذات والتفسير من حيث الجملة هذا مما يقال قد استمعت إليه فيه ولا لا سيما الأصول نعم الأصول لأنه كان درس خاص نعم نعم فتستفيد أكثر من الدرس نعم الخاص نعم 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 كيف كان استحضاره شيخنا استحضاره للشرح نحن لم نسمع يعني إلا مقطعا صغيرا له استحضار للشيخ للشرع استحضار عجيب لأن الشيخ كما سبقا قلت لكم في فتواه هذه ارتجالا كما يقال دون إعداد وهذا لا يكون إلا لمن حفظ هذه العلوم حفظا وإذا احتاج إلى إخراجه وإحضاره أو إحضار هذه إحضارها يخرجه كل إذا احتاج إليه فكان استثار لهذه المعلومات أو لهذه العلوم أمرا عجيبا وليس في فن واحد في الفنون المختلفة فيسرده سردا إما في أبيات أو في غير أبيات أو في نصوص وهكذا يسرده سردا هكذا رأيت وهكذا بالنسبة هذا السرد لهذه المعلومات تجده مع هذا الشيخ أيضا الشيخ أحمد والشيخ الثالث إلا أن الشيخ الثالث هو أحمد ننتقل فيه شيخ أي نعم ننتقل إلى الشيخ الثالث أي نعم دقيقة واحدة